يؤكد أن مصر تمتلك خريطة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. مديرية الصحة بمحافظة سويس تتخذ إجراءات وقائية كاملة. الأردن نظام دينيه بضع ترخيص في منطقة عسكرية. مقتل وإصابة أكثر من 60 سوريا في قصف بقذائف الهواء وسط العاصمة دمشق. أصوات في بعقوبة شمال شرق العراق يسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. ونبأنا الأخير، الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس أركان الجيش السوري ومدير الاستخبارات العسكرية ضمن 15 شخصية تشملها العقوبات الجديدة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما عرض إلينا من أنباء. كنت معكم شيرين صفوت. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم إن شاء الله على دقات 18. فابقوا معنا. من أكاديمية فيينا للموسيقى، وحصل على دبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا. عزيزي المستمع، الآن نستمع إلى الموسيقى التصويرية لفيلم كلام الليل من أعمال الموسيقار راجح داود.